مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم. لم يبقى لمسرحية الانتخابات الرئاسية في إيران إلا أيام قليلة حتى يشهد الشارع الإيراني هذه اللعبة بصيغتها الجديدة القديمة مرة أخرى. هذه الخدعة التي مورست ضد الشعوب غير الفارسية طيلة العقود الثلاث الماضية، راجين منها دفع الظلم الممارس ضدهم من قبل الأنظمة الإيرانية المتعاقبة حتى اليوم. وما نسمعه ونشاهده هذه الأيام عن طريق الإعلام العالمي إنه قسم المرشحون مرة أخرى إلى إصلاحيين وأصولي. وكما في السابق، يحاول المرشحون بشكل عام وما يسمى بالإصلاحيون بشكل خاص ترضية أو بالأحرى خداع الشعوب الإيرانية من خلال فتح ملف القوميات غير الفارسية، واعدينهم كذبا تلبية جميع المطالب القومية إن نجحوا في تلك الانتخابات المزعومة. وما يمكن قوله عن لسان من شاركوا في الانتخابات الماضية، ما هو دور الولي الفقيه خامنئي في حال نجح أي من المرشحين في هذا السباق الوهمي، في حين أن الجميع يعلم دور ولي الفقيه الدكتاتوري المهيمن على جميع المجالات في إيران؟ والسؤال الآخر هو، ماذا عن الوعود الماضية التي وعد الشعوب غير الفارسية؟ أين الرؤساء السابقين، لا سيما الإصلاحيين منهم أمثال خاتمي الذي هو بدوره هب لتأييد مير حسين موسوي هذا الإصلاحي الجديد؟ أين هو ليجيب عن 8 سنين، أي دورتين مضت من حكمه، دون تحقيق أي من تلك الوعود الانتخابية، ومنها تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بالقوميات وانتشار الصحف المحلية في الأقاليم غير الفارسية؟ وما قلناه ونكررها الآن، أن الهدف الرئيسي من هذه المناورة الانتخابية هو إطالة عمر النظام إلى عقد آخر، والوسيلة كانت ولا تزال هي فقط الوعود الكاذبة من هذا المرشح أو ذلك، والضحية دائما هم الشعوب الإيرانية دون غيرها. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. لقد أشار العديد من المفكرين الأهوازيين إلى مشكلة الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة، وتكلموا عن تأصيل الحداثة وتحديث الأصالة في العديد من المحاضرات والندوات والمقالات والبحوث المنشورة لهم. وهناك شبه إجماع كامل على أن إحدى المشاكل الثقافية في المجتمع الأهوازي هو الانفصال والغطية.